لتنتهي المباراة بفوز الريال بهدفين مقابل هدف واحد وتأهله إلى الدور ربع النهائي بحصة 5 أهداف مقابل هدفين بعد فوزه ذهابا ب3 أهداف مقابل هدف واحد. إذن حامل لقب في ربع النهائي وينضم إليه أيضا ليفربول الإنجليزي بعد تعادله سلبيا في الأنفيلد أمام بورتو البرتغالي ليتفوق عليه بحصيلة المباراتين ب5 أهداف مقابل لا شيء وهي نتيجة الذهاب لفائدة ليفربول. وعلى الأرجح أن مانشستر سيتي هو الفريق الثالث الضامن لمقعده في الدور ربع النهائي. بقية فرق سنعرفها تباعا في الأيام والأسبوع القادم. الآن دعونا مرة أخرى نلتقي بالزملاء من طاقم بي سبورتس الذي يغطي لكم هذا الحدث الكبير. زميل معلق مباراة عصام الشوالي وأيضا جمال جبلي المتواجد في المحيط خارجي لملعب بارك دي برانس ومعه النجم الجزائري القدير علي بن عربية. تفضل جمال. نعم جمال شكرا لك ولعلي أيضا الذي كان معك في هذا اللقاء. تحول الزميل عصام الشوالي معلق المباراة هنا في ملعب بارك دي برانس. عصام اليوم ريال مدريد قال كلمته وواصل حملة الدفاع على لقبه وأثبت أنه جدير أن يكون بطل لأوروبا ولأندية العالم. لخصت كلامي زميلي أيمن باعتبار هذا كم شقوله في كلمتين أنه الريال عنده تقاليد وثقافة المسابقة والبطولة. ونقطة ثانية على المستوى التكتيكي اليوم بدأ واضحا تفوق زين الدين زيدان على أوناي إيمري على مدى 90 دقيقة. ونرجع لما قلته ممكن أثناء التعليق باريس سان جيرمان في قناعتي خسر التأهل في البرنابيو وقت اللي طلع كافاني ودخل مونيه. المباراة تقلبت في 3-1 مع فريق مدريدي بهذه الروح وهذه الخبرة. الريال عب ما تسيه في البرنابيو ربح لك 3-1 يعطيك فرصة ما يعطيكش 2 أيمن. نعم عصام الشوالي على كل حال شكرا جزيلا لك وأدرك يعني جهد كبير في التعليق في هذا الجو البارد. تحية لك ونلتقي إن شاء الله في القادم في المباريات. نرجع للحديث مع ضيوفنا كابتن نبيل معلول مدرب تونس الذي سنشاهده إن شاء الله في كأس العالم في هذا الصيف في روسيا وأيضا كابتن محمد أبو تريكة الذي لطالما فاز بالكأس الإفريقية للأمم مع المنتخب المصري ومع الأندية مع النادي الأهلي. كابتن نبيل هل نبدأ بالأخطاء؟ هل نبدأ بالامتياز المدريدي؟ أين كان خطأ؟ لنبدأ أولا بصاحب الأرض حسب التقاليد أن صاحب الأرض أين أخطأ؟ هل المدرب الذي لم يعرف كيف يتعامل مع المباراة تكتيكيا؟ هل فيراتي الذي قدم نفسه ضحية لسوء أو نزقه في التصرف ببطاقتين صفراوين مجانيتين كانت تعني اللون الأحمر في وقت حرج كانت